السلام عليكم ورحمة الله أخواتي في الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو اليوم إن شاء الله غادي نديروا واحد صبيعات ديال الحوت. جوج أنواع ديال الحوت اللي عندي هما اللي غادي ندير بيهم. كما شفتوا تما عندي الفيلي ديال التيلابيا مع شوية ديال البصلة، زدت شوية ديال البزار، شوية ديال الملحة وزيت العود. صافي هادشي باش غادي نطيبهم وغادي ندير واحد كنورة ديال الحوت. صافي داكشي اللي عندكم ديروه في الحوت، ماشي ضروري يكونوا ثلاثة ولا أربعة الأنواع، كل واحد داكشي اللي عنده ديال الحوت ديري ماشي مشكل، غير المهم يكون الحوت البيض اللي ما فيهش الشوكة راكم عارفين. هنا غادي ندير واحد شوية ديال داك الفلفلة الحمراء حارة شوية، وهنا غادي ندير التحميرة الشاونية أو البابريكا. صافي هنا غادي نخلي داكشي كله يتشحر مع بعضياتو، مغاديش نحاول نخلطو في الأول مزيان باش ما يتكسرش، غادي نخليه غير على العافيه شويه مجهده ونخليه يطيب. تما زدت واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس والثومه طحناهم شرموله وشويه ديال البودره ديال الثوم. صافي هنايا غادي نخلي داكشي كله يتشحر كما قلت لكم، وغادي نمشي للشعريه الصينيه او الشعريه ديال الشينوا. انا هذه اللي كنستعمل كناخذها من لامارت، هذه كناخذها من لامارت. الناس اللي هنايا راه سطور ديال الشناوه خذوا هذا النوع، هذا كيجي زوين. صافي غادي ندير غير جوج وغادي نخلي الماء حتى يسخن، ومن بعد غادي نضيفه عليه وغادي نخليه ندير معاه واحد نص الضويمه اللي بقات ليا ديال كنور ديال الحوت، وغادي نضيف عليه الكميه الكافيه ديال الماء سخونه. كما شفتوا راه الماء راه فاتح زعما راه طالع غليان. صافي انا غادي نخليها نحاول ندخلها كامله، نحاول ندخلها كامله في الماء، نضيف لها واحد شويه ديال الملحه باش كتجي من السماء ما كتجيش باسله. وصافي غادي نحاول كما قلت لكم ندخلها كامله في ديك الماء غليان ونغطيها ونخليها واحد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى كتطلق مزيان وكتولي شويه يتضاعف الحجم ديالها. صافي هنايا الحوت راكم شفتوا خليتو تقريبا نشف من الماء، بقى فيه واحد شويه غادي نخليه، ها هو غير واحد شويه ديال الماء ما بقاش بزاف، غادي نخليه على العافيه حتى ينشف داك الماء تماما ما يبقاش الماء باش ما كتفزق ليناش الورقه. اول حاجه انه هو الماء الخلطه ديال الحوت او ديك العماره ديال الحوت خاصها تكون ناشفه تماما، ما خصهاش تكون فيها الماء باش ما كتجيش الورقه فازقه، باش مع ملي كنعمروها ونخليوها واحد المده الورقه كتفزق معنا اولا كتهبط. من الاحسن نخليو الماء حتى ينشف خطره. في نص المقله كنضيف واحد شويه ديال زيت العود، كنضيف عليها داك الكروفات اللي عندي كيميه اللي بغيتو، ونضيف عليها نفس الخلطه شويه ديال البزار، شويه ديال القزبر معدنوس والثومه مدقوقين، وشويه ديال التحميره وهذا، وشويه ديال الثومه باودر. الثومه باودر غير كتزيد شي شويه تنسيمه وصافي راكم عارفين. والملحه خلاص على حسب الذوق والكميه ديالكم، المهم نتوما الملحه ديروا بحسب انكم راه دايرين كنوره، دايرين بزاف، غادي نزيدوا الصوجا مهم. وتما غادي نديروا التحميره البابريكا. صافي غادي نحاول نخلطوا هذا الشيء على عافيه على عافيه شويه مجهده، راكم كتعرفوا الكروبات وديك الشيء دغيا كيطيب. زدت تما واحد جوج وريقات ديال الرند ولا وريقات ديال سيدنا موسى. كما شفتوا هنايا العافيه راها طالعه شي شويه راها في النص باش ينشف معايا دغيا وما يقصحش. صافي هنايا هو طاب لانه رقيق هو ماشي داك النوع الغليظ. صافي كنضيفوا على داك الخليط الاول باش يبرد ليا مزيان. وهنايا الشعريه الشين ديال الصينيه غادي نحاول باش نصفيها. هنا ضفت واحد شويه ديال الحامض مصير وشويه ديال الكورنيشون، عندكم الزيتون ضيفوه، عندكم الكبار ضيفوه، انا لحقاش ما عنديش الكبار، داكشي علاش ما بغيتش ندير الشامبينيون على حساب الدراري. المهم هذاك الشيء اللي عندي انا درته كما قلت لكم ساهله ماهله، ما فيهاش كاع لا امكانيه لا الاقوام لا يديك لا يخليك، ما فيها لا غله لا والو، سامبل عادي ما فيهاش كثرة القوامات. صافي تما الشعريه الشينويه الشعريه الشينوا ضفت لها هذاك الكولورون ديال ماشي الكولورون يا ربي، ضفت لها الخرقوم عرق هذاك راه مدقوق، وغادي نضيف لها هنايا واحد شويه ديال الملحه على ود الذوق. انا واخا ضفتو في الاول ولكن راكم عارفين ملي كتصفى ما كتبقاش بزاف مالحه في حله اللي كتضيف لها، انا ضقت شي شويه الخلطه لقيتها ناقصه شي شويه الملحه. صافي هنايا كما شفتوا انا غادي نحاول نخلط داك الخلطه كامله ونخليها حتى هي ديال تبرد. منين بردات شويه غادي نضيف لها شويه ديال المنسمات، عندكم الزعتر عندكم ديك المنسمات كاملين اللي كيتباعوا في ديك القرعه بحال اللي عندي نضيفوه ماشي مشكل. هنا عندي قشره ديال الحامض محكوكه وشويه ديال البصل، هادو كيتباعوا في الدي مخيرين زوينين، يا في الدي يا في ليدل خذهم كينفعوا.
صافي هنا الورقه، الورقه عندي انا ديجا في الفريغو، بغيت نوريها لكم. شوفوا هذه راه في الفريغو تقريبا شي 15 يوم ولا اكثر، شي شهر ديجا خدمت بها واحد، كملت بها واحد الخلطات كانت عندي، والبقات لي الباكيه سديتها مزيان، درتها في زيبلوك باك وحطيتها في الفريغو. ها نتوما شوفوا راه بقات كما هي. شوفوا هذه الورقه ديال الشناوه ما كتضيع ما والو، خدمتها سهله مهله وما كتعذب، ما كتخلي كسور، ما يديك ما يخليك. دابا هادو البنات المبتدئات انا كنهضر معاكم، ديروها بعينيكم مغمضين، خلي خرجوها من الفريغو وخليوها شويه ترتاح وخدموا بها. صافي انا ضفت داك الاوريغانو الزعتر، غادي نخلط الخلطه كلها لان هنا راه بردات تقريبا، بردات معايا واحد شي شويه، خليوها تتبرد تماما عاد خدموا بها في الورقه، باش الورقه خلاص ما غاديش تقطع. وكما قلت لكم الورقه ديال الشينوا اسهل منها ما يكون، هي شنو خصها؟ خصها غير تغطى منين تجبد من الثلاجه اولا من الفريكو، تغطى بمنديل مزيان كما شفتوا انا تما راه طلقات. صافي انا غادي نضيف المكون ديال الرئيسي اللي كيعطي داك المذاق، هو الصوجا. هاد صوص صويا انا ما كنخليها حتى الاخر، ما كنديرهاش نسخ في الوقت اللي كتكون كتغلى ليا الخلطه اولا كتسخن، لا كنخليها باش كيبقى داك المذاق ديالها واجد حاضر. تما ضفت الكميه اللي بغيتو تضيفو ديال الهريسه، ولا اللي عندكم شي نوع ديال الحار ضيفوه، ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوش، على حسب الدراري ولا حسب الرغبه ديالكم. صافي هنايا كما شفتوا انا غادي نبدا نخدم بالورقه، هنا ما دهنتها ما والو لان انا غادي نبغي ندخلها للفران اولا غادي نقليها، راه كافي داك الزيت اللي فيها، ما عنديش نزيد زيت واحده اخرى، زيت فوق زيت فوق زيت، راكم عارفين لا من الناحيه الصحيه ولا من الناحيه بزاف ديال الامور، من الاحسن نقصوا شي شويه ديدام. انا ما كندهنها لا بزيت لا والو. هذه بالنسبه للبسطيله راه غاتجي ما كتجيش زوينه في البسطيله، علاش؟ كتعذب وفي نفس الوقت كتقصح بزاف، كتولي عندها ديك القرمشه فوق القياس. الفيلو كتجي زوينه في البسطيله اولا الورقات المغرب ما كاينش بحالها، اولا اللي عندكم الامكانيه ديروها في الدار حتى هي كتجي مزيانه. ولكن هاد الورقه هادي ديال الشناوه اولا هذا سبرينغ رول، هادي لا الصفراء ولا الزرقاء، هادي كتجي غير صبيعات لينيم هكا صافي. اولا بغيتو ديروها تعمروها بالحلو كذلك، كتعمروها حتى هي قنينطات، ولا كتعمروها صبيعات، ولا كديروا بها كتعمروا بها البريوه، كتجي مخيره. ولكن بالنسبه للبسطيله ما ننصحكمش. صافي هنا كما شفتوا غادي نحاول نكمل هاد الكميه بهاد الثنيه هذه، وفي نفس الوقت درت غير واحد شويه ديال الماء وشويه ديال الطحين. بغيتوا ديروا البياض، البيض كيبقى يلصق في اليدين كيعذب، هذا كيجي ساهل ماهل. بغيتو ديروا حتى شي بانسو شي شيته رقيقه ديروها، انا لان بالزربه كنت كنخدم بيدي وفي نفس الوقت كنهز كنهز بصبعي ماشي مشكل. بغيتو تسهل عليكم تجي يكون خدمه نقيه كديروا بانسو وتخدموا بها. انا كان عليا ندير لكم واحد النوع ثاني ديال الجوا، كديروا الورقه هكا مثلثه وكتعمروا القدال الوسط ديالها ديك القنيه الاولاني القنيه، وكتجددوا ديك القنيه بجوج وكتسدوها حتى هي ساهله مهله. سمحوا لي كان عليا في الحقيقه نوريها لكم، ولكن راكم عارفين كتكوني كتخدمي تصوار منك هذه الوليدات كيجيو يسولك على شي حاجه، المهم كتخدميش على خاطرك. الناس اللي كيديروا الطبخ راهم عارفين صعيب انك باش تصور وتخدم في نفس الوقت. هنايا كما شفتوا انا كملت كميه كامله، ماشي كميه، نص الكميه، وبقات لي نصف الكميه. انا وريت لكم الورقه باقا كما هي، فكيتها حاولت نفكها باش تجيني ساهله، نفك واحد الكميه كبيره ونحطها حدايا باش تجيني ساهله. وتما بقات لي ديك الكميه اللي كاينه غادي نكمل بها. انا غير باش ما يجيكمش الفيديو طويل ونوريكم شنو غادي ندير، هادو نحتفظ بهم، هادوك البنتي غادي نخليهم حتى نديرهم لها للمدرسه. وهنا غادي ناخذ ديك زيبلوك باك، هادوك لي زيبلوك ديال الخاصين ديال الفريكو ماشي ديال الثلاجه، كاينين ديال الفريكو كاينين ديال الثلاجه، كتكون مكتوبه عليهم. صافي كنشدو كنستفوهم واحد الكميه اللي غادي يهزو لينا، وغادي نشدوهم غادي نخرجو منهم النفس وغادي نسدوهم ونديروهم في الفريكو. بغيتو ديروهم في بواطه بحال اللي غادي ندير انايا، بواطات عاديين، هادو بواطات كنشري فيهم انايا غير بحال اللي قلتو كنشري فيهم ديك الشاكوتري، كنشدوهم وكنغسلوهم مزيان وكيبقاو كنديرهم، اولا بواطات كتشريهم خلاص بلاستيكيه خاصه ديال الفريكو. غادي نستف واحد الكميه اللي غادي يهزوا لي هذيك البواطه، تهزوا لي هنا اربعه، غادي نشدهم غادي نغطيهم بالسلوفان مزيان، وغادي نغلق عليهم باش ما يدخلهم لا ثلج لا والو. في نفس الوقت راه ما غاديش نخليهم واحد انا ما غاديش نخليهم بزاف ليام، راكم عارفين اصلا هادشي ما خصوش يبقى في الفريكو يفوت واحد 15 يوم حتى شهر، شهر بزاف عاد ما يفوتش واحد لان ما كيبقاش عنده واحد المذاق. وفي نفس الوقت راكم عارفين دغيا دغيا هادشي كيستهلك في رمضان، وحتى من بلا رمضان ندير واحد كميه قليله اللي ناكلو في نفس الوقت العيالات الخدامه الموظفات اولا اللي خدامين اولا الدراري اللي ساكنين بوحدهم يشريو هادشي وكيخليوه يحتفظوا به في الفريكو ما يفوتش 15 يوم
وبالوريقه ديالو وديكشي ويتغطى مزيان كما شفتوا. انا درت الطبقه الاولى وغادي ندير السلوفان ودرت الطبقه الثانيه وغادي نعاود نغطيه بالسلوفان اولا بلاستيك غذائي اولا شي بلاستيك نوع يكون مزيان كتقسمه طريفات وكتحطوه. هذا غير لحقاش ناشفه عندي، اما كون كان مثلا فيها بريوات فيهم العسل اولا شي حاجه ما غاديش نقدر نغطيهم بالسلوفان، غادي نغطيهم بلاستيك عادي اولا ورق الطبخ تقطعوا على قد ديك البويوطه. شوفوا هنايا راه هز ليا 8 تقريبا، 8 في البواطه صافي. غادي نعاود نعمر هاد البويوطات اللي بقاو ليا بالكميه اللي عندي، وهادو خلاص كما قلت لكم غادي نخليهم غير في الثلاجه على اثر بنتي غدا للمدرسه، وهما غادي نطيبهم حتى هما في غير في الفران، ما غاديش نقليهم، غادي نطيبهم غير في الفران. كنحاول حتى الدراري ما نكثر لهمش الزيت ما نكثر لهمش اليدام صافي. غادي نخليهم كما قلت لكم غير في الثلاجه، حتى تخليهم 3 ايام ولا 4 ايام ماشي مشكل يبقاو في الثلاجه صافي. هنا هاد الكميه خرجت لي تقريبا واحد 34 ولا 35 حبه، مع دوك الحبات اللي ديال بنتي شي 40 حبه قول، لان انا كما قلت لكم هاد الكرور كيكون فيها 50، انا ديجا استعملتهم كملت بهم قبل واحد الخلطه كانت عندي ديال اللوز صافي. هنا غادي نديرهم في البلاطو الصغير وندخلو غير الفران، غادي ندير عليه داك السبري هذاك غير الزيت غادي نديرو ندهنوه بالشيتا الا بغيتو صافي. من بعد غادي ناخذ لكم هذا اللون، راه كيجي غزال 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 وبنينه وداك اللون كافي، ما تزيدوش تحمروه اكثر، كنتو غادي تقليوه في الزيت كذلك، الزيت راه كيشد دغيا الحموره ماشي بحال الفران صافي. غادي ديروا فوق منه واحد شويه ديال الفرماج، شوفوا كتجي الخلطه زوينه وبنينه وسامبل، ما فيهاش كثره المصاريف وكثره الامكانيات وكثره لا وهادي هادشي كافي الحمد لله بركه. داكشي اللي عندي نقضي به في الدار ماشي ضروري. سمعوا القرمشه بنين 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 كيجي غزال، شوفوا راه باقي سخون هنايا غبغيت نصوره معاكم. شوفوا الخلطه كتجي زوينه وسامبل وما فيهاش كثره التعقيدات كما قلت لكم، على قد الجيب وعلى قد الخدمه. نتمنى ان شاء الله الكل تكون الوصفه عجبتكم ونالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير البنات، لي لايك واخا تخليو ليا يقليب اولا اي حاجه، ودخلوا للقناه سبسكرايب وما تنساونيش لي لايك. شكرا.